quiser. O sano وصيل الكفاح. سانو وصيل الكفاح. وجلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. ولا تنازل على القضيه. لا تنازل على القضيه. لا تنازل على القضيه. لا تنازل على القضيه. وجلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. جلال خلى وصيه. اش دير لي الله يفهم. Yeah.
الشعب عدمهم ولاد الشعب خلفهم ولاد الشعب خلفهم شغلهم عدمهم شغلهم عدمهم ولاد الشعب خلفهم ولاد الشعب خلفهم عش الطاق يا جلال عش الطاق يا جلال عش الطاق يا جلال وحيات قلتي كلمة حق حيات قلتي كلمة حق وحيات قلتي كلمة حق حيات قلتي كلمة حق وعش الطاق يا جلال عش الطاق يا جلال عش الطاق يا جلال عش الطاق يا جلال وحيات قلتي كلمة حق وحيات قلتي كلمة حق وحيات قلتي كلمة حق لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية معتقال خلاصية معتقال خلاصية معتقال خلاصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية وخش على مطفي Yeah.
المعتقل تحية، كل معتقل تحية، وزغرودة مغربية، وزغرودة مغربية، وزغرودة مغربية، وسلام تحية، وسلام تحية، وسلام تحية. هنا الناس الكبار اللي ما قدروش يوقفوا، الناس اللي مراد هم اللي بقوا جالسين. لا سكنا لا خدمة يا امي، لا سكنا لا خدمة يا امي، ايه يا امي، عيشي حرة يا بلادي، عيشي حرة يا بلادي، عيشي حرة يا بلادي، والنضال حسوا اجدادي، والمشعل حملوه ولادي، والمشعل حملوه ولادي، وخفت ريح الكرامة، وخفت ريح الكرامة، وخفت ريح الحرية، وخفت ريح الحرية، وخفت ريح الكرامة، وخفت ريح الكرامة، وخفت ريح الحرية، وخفت ريح الحرية، وتغرب مغربية، وتغرب مغربية، وتغرب مغربية، وتغرب مغربية، جالات تحية، جالات تحية، اتغشت المعتقل تحية، ولا تكرت كلام وطن، والله بفكر، والله والله بفكر، والله والله بفكر، ساكن الدواوير حسيبو جديد وريكي في طرح اللي هو حمد الأولويات في الحقوق اللي هو الساكن الناس اللي تفتارش الأرض وكتغطى بالميكا كتجي السلطة القمعية وكتحيد لهم الميكا ديالهم وكت شنقول لكم يعني جميع انواع اساليب انواع الظلم كتمارس على الساكنة بدون تحريك اي ساكن من جهة المسؤولة شوية الدراما معتصم صامدون التشريد جريمة في حق الإنسانية اليوم يجي الأمن يدي واحد من الناس المناضلين على الحق المناضلين على حق من حقهم اللي هو السكن يتم الاعتقال ديالو ويواقف كون على بال ويواقف كون على بال جلال العسل المشاكين بحال بحال ويواقف كون على بال ويواقف كون على بال المشاكين بحال بحال المشاكين بحال بحال شعب منافق العمل فقير القمع والاعتقال
يعيش الدور. الشعب المغربي، معاناة الشعب المغربي دون تحريك أي ساكن من طرف المسؤولين. من التشريد الى القمع والاعتقالات، الحرية لجلال عساف. والمعتقل ماشي وحده، المعتقل ماشي وحده، مع احنا يا كاملين، والمخزن اللي شدوه.
وحده. والمخزن اللي شده والمخزن الله ينعل بوجده الله ينعل بوجده والثروات مهربة والبلاد مخربة وبلاد اليد اليد جماهير قوية ساكنة قوية فيها نهزم أعادي وأعاد الحرية أعاد الحرية وأعاد الكرامة أعاد الكرامة ونرفع شارة الانتصار نرفع شارة الانتصار. أذان يا ربي يا ربي يا ربي تهزم الحق يا ربي تسل لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر مسجد عبد الله بن الحاج وقف احنا مواطنين ولا حقوق لا قوانين لا حقوق لا قوانين وقف احنا مواطنين باش احنا مواطنين لا حقوق لا قوانين وباش حنا مواطنين وباش حنا مواطنين لا حقوق لا قوانين مبادرة وهمية مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية لا سكن لا تنمية مبادرة وهمية مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية لا سكن لا تنمية مبادرة وهمية مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية جال الماشي وحده جال الماشي وحده احنا يا كاملين احنا يا كاملين المعتقل ماشي وحده المعتقل ماشي وحده احنا يا كاملين احنا يا كاملين والمخزن اللي شده والمخزن اللي شده احنا يا من فكش ما احنا يا من فكش ما احنا يا من فكش ما احنا يا من فكش معتقل خلوصية معتقل خلوصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية جالا الخلوصية جالا الخلوصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية معتقل خلوصية معتقل خلوصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية هذه الدولة الظالمة بنادم ما عنده قيمة صارحة هي كلمة صارحة الفساد عطى الريحة
الفساد عطى الريحة. هي كلمة صافية، هي كلمة صافية. اللي حك منا مافيا، اللي حك منا مافيا. الشعب يريد صراحة المنطقة، الشعب يريد صراحة المنطقة. بالاعتقالات والسلطات او بالاحرى اختطافات والسلطات تقريبا على الساعة الرابعة اليوم خرجوا المعتصمين ديال معتصم الكرامة ديال دوار حسيبو باش يندوا بالاختطاف ديال عسال ديال جلال عسال. لا للاعتقال، لا للقمع. واش مازال معيتو؟ واش مازال معيتو؟ واش مازال معيتو؟ واش مازال معيتو؟ جال المشي وحدو، جال المشي وحدو. مع احنا يا كاملين، مع احنا يا كاملين، مع احنا يا كاملين، مع احنا يا كاملين. واش مازال اللي شكو؟ احنا يا من فكش، ما فكش ما فكش ما فكش، والله والله ما فكش، والله والله ما فكش. تاي انتصر المسكين، تاي انتصر المسكين. وكنا حاقدين، كنا حاقدين. وغشتونا كاملين، غشتونا كاملين. وكنا حاقدين، كنا حاقدين. وغشتونا كاملين، غشتونا كاملين. وباغي سكنا فاش نعيش، باغي سكنا فاش نعيش. وما نسرق من كاع حشاش، وما نسرق من كاع حشاش. باغي سكنا فاش نعيش، وما نسرق من كاع حشاش، ما نسرق من كاع حشاش. حقي في بلادي، رغم قساوات حوال الطقس، قساوات الهجمة المخزنية رقم عيال تعرضوا ليها المعتصمين، والاعتقال اللي تعرض ليه جلال عسال. مازال الناس صامدين، مازال الناس صامدين واقفين ضد التشريد اللي تعرضوا ليه، ضد الحقرة اللي تعرضوا ليها، وهم خارجين كيندوا بالهجمة القمعية اللي كيتعرضوا ليها وبالاعتقال ديال جلال عسال. الاعتقال راه ممنوع، بالاحرى الاختطاف ديال جلال عسال. واك واك على شوها، ساكينة شردتوها، ساكينة شردتوها. بارطاجيو الخوت، بارطاجيو ابسط ولا اقل حاجه يمكن تضامن بها مع خوتك انك تبارطاجي المعاناه اللي تعرضوا لها هاد الناس. ما تخليهمش بوحدهم في مواجهه هذا النظام الهمجي القمعي. هاد الهجمه الشرسه اللي تعرضوا لها اليوم، الهجمة الشرسة اللي تعرضوا لها اليوم هاد الناس المعتصمين في معتصم الكرامة،
واللي على اثرها تم اعتقال جلال عسال لا لشيء الا لان اعلى سلطه في البلاد كاين في كازا باغين يدرقوا هاد الناس. واخا هو راه كيعرف كل صغيره وكبيره والمؤسسه الملكيه كما كنقولها وما عنديش ندرقها هي اسباب الكوارث واسباب الفساد وهي من تحمي الفساد في المغرب. ملي كتخرج فئه من الشعب المغربي هربانه من البطش ديال المخزن هربانه من البطش ديال النظام القمعي المخزني ودرك غير تحت الميكا غير تحت الميكا الشتا وبرد ويجي يجي القمع تجي السلطات واعوان السلطه والقمع ويسرقوا لهم الميكا ويسمبوهم بالكلام النابي وقت متاخر من الليل ومع الستة الصباح الناس ناعسين ويجيو يسرقوا لهم الميكا والتعنيف والسبان والكلام النابي بل واليوم تعتقل جلال عسال من امام المعتصم هاد الناس هادو ما بغاو والو ما قالوا لكم لا قسموا معاهم في وصفات لا قسموا معاهم ما بغاو لا حقهم في الثروه وباغين غير يسكنوا وباغين غير يسكنوا ولجؤوا للشارع من بطش هذا المخزن هذا وما قالهمش درقوا تحت الميكا شربوا عليهم جروا عليهم هذه فئة صغيرة من الشعب المغربي هذه فئة صغيرة من الشعب المغربي وهذا الحال اللي كتشوفوا فيه هاد الناس راه غيوصلكم كامل راه كما كنقولوا في الشعار كلكم معنيون راه كلشي معني اليوم غدا بعد عام بعد عامين كلشي غيوصلوا للبطس ديال المخزن المخزن النظام المخزني القمعي الهماجي ما كيخيل حتى واحد راه خصنا نضامنوا ضد النظام نضامنوا ضد النظام هذا ونخرجوا كاملين للشارع ونطالبوا بالحقوق تعرض لي جدع تعرض لي جدع عسال اختطاف نوع اختطاف انا قانوني عنده سنوات قانوني ما كيتعرضوا لي في الريف حتى هو اختطافات عوده سنوات الرصاص من جديد عهد القديم عهد الجديد هناك قمع واعتقالات كل اصوات الحره اللي ما كيتعرض لها لان نائب المال العام والعصابه اليوم مسعوره العصابه مسعوره اليوم المسعوره العصابه مسعوره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا وكيما عشتي مطاطا من الاول انا بقيت غادي عليك كيف قلنا هذه فئه صغيره من الشعب المغربي مسها البطش ديال المخزن واليوم غدا بعد غدا عامين اي واحد في هذه البلاد هذه راه غيمسوا البطش ديال المخزن راكم شفتوا كيفاش تعامل النظام القمعي الهمجي مع حراك الريف ومع حراك زراده وكيفاش كيعزل كل فئه من الشعب المغربي بوحدها باش يفترسها باش يعرضها للاعتقال والقمع والتعنيف وجميع انواع التعذيب خصنا نفهموا ان الا شفنا فئه من الشعب المغربي كتعاني دابا راه اي واحد غيوصلوا هذا الشيء ما نخليوش خوتنا بوحدهم حنا عارفين بان نسبه الوعي نسبة الوعي قليلة ونسبة الأمية الأبجدية مرتفعة المغربي ما كيحش حتى كتوصلوا ما كيأمنش بالمجرد لابسطغي ما كيأمنش بالمجرد كيأمن بالمحسوس بالملموس حتى كيتحط هو في ذاك الموقف حتى كيولي بحال هاد الناس هادو عاد كيفهم بأن المخزن المفترس القمعي الهمجي راه العدو ديالو راه هو العدو ديالو خصو يواجهو خصنا المواجهة جاية هاد النظام القمعي غير تيعطل اما هي المواجهه جاية التغيير ما يقدرش يحبسوا شي واحد اليوم كتشوفوا 20 او 30 او 100 راه والله شوف انا متاكد غتشوفوا الالاف خارج الشوارع الا ما كانش اليوم غدا الا ما كانش غدا العام الجاي التغيير جاي التغيير راه حتميه كونيه ما تقدرش توقف التغيير مستحيل انك وقد ما اخروا التغيير التكلفه ديالو غتكون طالعه غادي يفرض نفسه على هاد العصابه المخزنيه اللي نهبت البلاد وعذبت العباد نهبوا الثروات الكلفه ديال الفساد في المغرب عاليه بزاف كيعاني منها كل مغربي بسيط
الكلفة ديال الفساد في المغرب عالية بزاف. جاو اليوم اللي باش تطلع ما كنقولش اعتقال، انا ما عمرنا نقول اعتقال، حيت الاعتقال عنده سند قانوني، عنده استدعاء من طرف الشرطة القضائية. اختطاف هذا اختطاف، جاو بزي مدني ما عرفنا اين جهاز كيتبعوا بعدا اختطاف اللي جاو في المشهد العام. رجعنا سنوات الرصاص اللي يقولوا لنا انصاف المصاهرة، ما كاين لا انصاف لا مصالحة لا والو، باقي عهد القديم عهد جديد يمارس علينا. باقي العصابة اللي هي اليوم هاجمة على كل الأصوات الحرة، لأننا لسنا في دولة، نحن في غابة تحكمها عصابة، نحن في غابة تحكمها العصابة، ليس تحكمها قوانين، فالقوانين غير سورية غير سوريا على الشعب المغربي، بل الدساسير الممنوحه ديالهم كلها الا مزبله التاريخ، ما كاين لا قانون لا والو، حيت هاد العصابه هي فوق القانون، هي التي تنهب الثروات، هي التي باسمها تفتح المحاكم، وهي التي تقرر. الدساسير بحال بحال، الحكومات بحال بحال، نظام اللي تيحكمنا نظام فاسد، نظام فاسد هو اللي كيعرض الشعب لهذا الشيء اللي كنشوفوه دابا، نظام همجي قمعي. إعادة الهيكلة داخل تراب عمالة عيد السبع، داكشي علاش انضم لينا الأخ جلال وساندنا، ولأني ما تيقودش الحملة، حنا تنقدوا الحملة بيدينا، حنا اللي مضرورين، حنا اللي تنطالبوا على الملف ديالنا اللي هو الملف المطلبي، راه حنا 3 سنين وحنا في النظام المسؤول، جمع راسك شوية وخرج معنا للحوار، تنطالبوا شي حاجة كثيرة، جلس معنا الحوار، راه حنا ناس تاع السلم. وخير دليل رحنا نتزلنا على الأخ جلال وخليناك ديتيه، لو كان عرضنا بربي ما تديه، ولو نعرفوا نموت وكنا، هذا كيبين بأن احنا ناس تاع السلم. وزلك الآن ما ديني دينا لك المسؤول، مع راسك جلس معنا على الطبلة ودير معنا الحوار اللي غادي يرضيك وردينا، ماشي تمارس علينا الظلم وتمارس علينا اعتقال وجيو بداو تحدوا فينا بداو تخلعوا فينا. اما تخلعوش، راه من ديتي جلال اما عطيتينا القوه اما عطيتينا الصمود، غنبقاو هنا غنموتوا هنا في عيد السبع وغنموتوا في عيد السبع عباد الله، ما تنطالبوش بالكثير، وراه حقنا اعاده الهيكله داخل تراب عماله عيد السبع. واجمع راسك، كلام منطقي وكلام معقول، اجمع راسك اجمع راسك. عاش الشعب، عاش الشعب. جلالكو كان شي حد كيحرضنا غيكون داير اسكن عنده فيلا كنمشي نتلاقى معاه. جلال النهار دا معنا من 3 سنين هادي هو معنا، كيمعس معنا في الزنقه وكياكل معنا اللي كيجيبوا لنا المحسنين. يعني داك السيد راه ماشي خطير، هذاك السيد راه ولد الدوار، راه جدود ولاد الدوار، واش عمرك شي واحد ولد الدوار غتخاف منه؟ الا بغيتي تعتقل ولد الدوار حنا كاملين ولاد الدوار. وجلال راه ماشي جاي من شي بلاصه اخرى، جلال راه ولد الدوار، راه الجدور ديالو من الدوار، علاش تعتقل جلال؟ اعتقلنا كاملين لحق جلال، قال لك ما تحيدش اللافته، حلفتي فيه قلتي لي غادي نردها لك، وجيتي اعتزلتي بوحده، تي مشى غير الدوارات شديتي، يعني كان اختطاف، كان اختطاف ماشي اعتقال. ملي هضرنا معاك قلتي لنا كنوعدكم بانني غادي نطلق جلال، جلال ماشي شي حاجه خطيره باش تشدوا، وجلال حنا ما غنخليوش ما غنتنازلوش عليه، واخا نعرفوا نبقاو بالجوع، حنا اللي ما ضالين بالجوع وغنبقاو بالجوع، غنديروا دابا اعتصام ديال على الطعام، على الطعام وعلى الماء. عرفتي علاش؟ لاننا كنا جلال، جلال ماشي متطرف ولا كيقول لنا هزوا السلاح ولا والو، جلال اللي دارنا حنا دار جلال، يعني كنا حنا جلال، جلال ماشي جاي علينا من شي بلاصه بعيده ما تنعرفوش، جلال كنعرفو جدو وكنعرفو جداه وكبرات معنا وسكن معنا من العوينه اللي كنا كاع كنسدو منا، يعني جلال راه ماشي براني، وحنا كنا جلال، وحنا ما غنحيدوش. تيخرج جلال ولا ما خرج جلال اجي اعتقلونا، وحنا تنقولوا كنحملوكم مسؤوليتنا، حنا راه كنا جلال، وحنا دابا راه اضراب على الطعام ماشي على السكن، حتى على الطعام، ولادنا ما غنوكلوهمش وغنبقاو كاسين هنايا، مشينا تيموتوا ولادنا في الشارع، مشيتي بلاصتي تي الطوموبيل تما باش حنا نتبعوا جلال، بلاصتي هنا، غتبلاصتي هنا غنمشيو ليه، المهم حنا ما غنحيدوش من هذا الشانطي، حقنا وحق جلال ما غيضيعش. وجلال راه ماشي براني، وجلال ما كيحرضناش، حنا اللي كنحرضوا راسنا، حنا كنا ما كتحرضوش راسكم كطالبوا بحقكم، كنطالبوا بحقنا ومضرورين، حنا بحال جلال مضرورين على السكنة اللي ضاعت علينا وعلى حقنا اللي ضاع علينا وعلى العنصرية اللي كتمارس علينا في نصاصات الليل في أي وقت. علاش حنا شكون هومايا؟ واش حنا جايين من شي بلاصة أخرى؟ كتحرك دابا أنت بديتي جلال صافي، حنا غادي نحيدو غنخافو، بالعكس أنت قويتينا، دابا أنت عطيتينا علاش نبقاو؟ دابا نتايا الخطا ديالك، دابا ثلاثه المرات كدير نفس الاخطاء، كضربنا ببعضياتنا، دابا انت ديتي جلال صافي حنا غادي نموتوا ونربحوا يدينا، قلت لي عباد الله راه حنا ماشي خايبين، وجلال ماشي خايب، راه انت اللي خايب،
راه انت اللي كتمارسين العنصريه. كيولي راجل الامن كيقول لك المراه راه راجل الامن الاخر اللي ضدكم، اش كتبقى هذيك؟ كتولي صراعات بيناتكم. واش دابا مقمرين علينا؟ اللي غادي يربح هو اللي معانا، واللي ما غاديش يربح هو اللي ضدنا. المهم انا كنقول لك جلال راه ما كيحرضناش، جلال راه ولد الدوار، جلال راه قرا معانا، جلال راه خونا، جلال راه ولد امنا وبانا. يعني حنا كلنا جلال، كلنا جلال، كلنا جلال، كلنا جلال. ارتاح ارتاح جلال، ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح. جلال ارتاح ارتاح، جلال ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح. جلال ارتاح ارتاح، جلال ارتاح ارتاح. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن تواجدنا هنا من اجل اعلان تضامن المشروع. كيف قلنا هذه فئه من الشعب المغربي كتعرض للبطش ديال المخزن، كتعرض للخمع ديالو. اي واحد من الطبقه الشعبيه راه غيوصلوا هذا الشيء، اي واحد، لان المخزن عبر التاريخ ديالو ما كاينش حتى شي حاجه من غير تفقير هذا الشعب هذا، من غير القمع ديالو، من غير التكليخ ديالو. انا ان هناك مخطط الخير دوان راه مخطط خطير على مدينه الدار البيضاء، هي اعاده خريطه ساكنه مدينه الدار البيضاء، وهي تهجير السكان الاصليون ديال مدينه الدار البيضاء ورميهم في الجوانب. لان نقول ما هنا كاين واحد اللوبي خطير متواطئ مع العصابه المافيا المافيوزيه الكبيره اللي كتحكم في هذه البلاد، لان هذه المافيا العقار اللي هي اليوم نهب الاراضي واحتلال الاراضي ديال الساكنه وديال الشعب المغربي، باش يعطيوها للخليجيين ويديروا فيها كازينوات ويديروا فيها مشاريع ديال وكر ديال الدعاره والفساد ديال البياطق ديال الخليج. وحنا كنقول انا اليوم المافيا اليوم الشعب المغربي وعق وعارف وعاب بالمسائل وعاب المخطط اللي كتهاجموا هذه العصابه، واللي اليوم كيتعرض الساكنة كتعرض للتشريد وكتعرض للقمع وكتعرض للاعتقالات. وخير دليل هو الاعتقال الاختطاف اللي كيتعرض ليه جلال عساه، هو مناضل، هو ابن كما كنعرفوا حنا هو ابن المنطقه، هو ابن المنطقه. السلام عليكم. حضرتي انت فاش اختطفوا جلال؟ جات السيارة ديال الأجهزة القمعية هزاتو طلعوه ما كاين بدون سبب. أخويا أنا نعرفو أشنو الجرم اللي ارتكب السيد، أشنو دار، أشنو الذنب ديالو. جلال ما كيقودنا ما حتى شي حاجة، حنا كنقودو كاملين القضية وكنتحملو المسؤولية جميعا، ماشي غير هو بوحد. جلال محسوب واحد من الساكنة، الأجداد ديالو في الساكنة وهو ولد الساكنة. كيفاش هو غيجي يدافع على قضية وما عنده حتى شي علاقة بها؟ راه ما يمكنش واحد يدافع على قضية وما عندوش بها علاقة، راه حتى هو محسوب معانا من الساكنة. حنا ما كنطالبوش بشي حاجة أخويا، واش كنطالبو بشي حاجة؟ حنا غير مشروع، كنطالبو بالحق ديالنا. حنا ما بغينا لا ثروة، ما بغينا لا فلوس فاطمة بحرناهم يحزنوا، حنا بغينا أخويا غير الساكن. البارح جاكم مع 12 ديال الليل؟ خويا البارح جاونا مع 12 ديال الليل. واش كاين شي سلطة؟ أنا مهدرين. كاينة مع 12 ديال الليل؟ راه ما يمكنش. واش جاو حتى الميكا طمعوا فيها الدواء؟ داو لينا الأغطية. الأطفال صغار، العيالات، كاينين الشياب، كاينين معنا ناس اللي عندهم مرض مزمن. تخيل أنت دير راسك، أنت أمك أو أختك أو مرتك أو ولدك أو بنتك في نفس الحالة، كيفاش غتحس؟ حنا بغينا الشعب كامل يتضامن معانا. هذه رسالة غتوجه لأي واحد كيشوفنا من الشعب المغربي. أي واحد كيشوف لي أخويا، حنا كنوصلوا رسالة ديالنا للشعب كامل، لأن اليوم عليا وغدا عليك. راه جاياك أخويا، راه أنا ما وصلتك اليوم ما توصلك غدا ولا بعد غدا. راه حتى حنا ما كناش كنظنوا بأن غيوقع علينا هذا الشيء. ما كناش كنظنوا بأن غيتمارس علينا هذا الحكرة وهذا القمع. واش حنا في دولة الحق، دولة الحق القانون ولا قانون الغابة؟ يعني القوي كياكل الضعيف، بهذا المثل اللي كنقولو حنايا. علاش دابا هاد السيد اعتقل تشوف؟ واش دار شي جريمة؟ أولا إلا بغيتو تديوه خاصكم مذكرة استدعاء باش يمشي يتجاتل أمامكم، أما باش تجيو هذا راه ماشي اعتقال، هذا راه خطف، اختطاف، راه اختطفتوه. واحد منا
راه ما يمكنش راه ما يمكنش اخويا باش تجي تهز بنادم هادي راه ماشي عنصريه راه شي حاجه ما عندهاش تحليل فهاد العنصريه هادشي راه بزاف راه تمارس علينا ماشي العنصريه راه كون كنا مع لي جويف ما غايديروش لينا بحالنا راه عيب وعار حسبنا الله ونعم الوكيل المرة الثالثة اللي يمشي الحكة والمرة الرابعة دابا كتدي جلال الوقت اللي كتدي جلال ماشي هدمتينا بالعكس ما انهدمناش نهائيا عطيتينا قوة وعطيتينا صحة باقين كنهضروا وباقين غناضلوا وباقين غناضلوا على جلال وعلى السكن على جلال وعلى السكن حيت ما عندناش فين غادي نمشيو ما عندناش والمسؤول وخصك تفهم ما عندناش فين غنمشيو ما عندناش فين غنمشيو رسالة واضحة هل من آدم صافية؟ واش عباد الله هاد الناس هاد واش عرفتش أنايا هادشي اللي كيتعرضوا لي هاد الفئة من الشعب المغربي راه بزاف بزاف راه حشومة وعيب وعار جلال صافي سميتو غادي تمسح بالعكس جلال هو اللي دار لكم واحد الطالب مني جيتو شفرتو ماشي اعتقلتو حنايا راه قلنا جلال جلال انايا الله ديالي اصغر من جلال حنا كنا تنشوفو جلال تيجي عند جداه ديما تيدوز من حدانا جلال تيهضر معانا تيضحك معانا كل جلال بغى يحردنا غادي يحردنا نهار الاول غادي يقول لينا شلا كلام ما غاديش يقول لنا خرجوا من البراكه ما غاديش يقول لنا ثاني ريبوا البراكه ديروا حيدوا الميكا ولا فعلوا تركوا راه حنا اللي سلمناكم حنا اللي عطيناكم ديورنا وعطيناكم حيوطنا حنا راه خلينا لكم بزاف راه حنا كلنا جلال ولو يمشي جلال غادي يبقاو 10 جلال راه عمركم ما تبقاو تشوفوه في الاولاني شوفوا في الاخراني اللي جاي راه حشوم عليكم هادشي اللي تديروا راه لا يعقل غتمسحوا جلال حنا راه ما بغينا منكم حتى حاجه طالبنا بحقنا راه ماشي غنتسنى انا جلال غادي يقول لي هضري على حقك والدراري ولادي جلال غادي يصرف على ولادي باش غادي يحردني راه انا تنهضر على حق ولادي وعلى حقي انا ما باغياش البيت عباد الله في الزنقه وعباد الله رحنا مراد فانايا دابا مشيت للسبيطار خاصني نتكالم خاصني نعس كلي تنترعد ما قادرش نوقف رجليا ما هازينيش كلي تنترعد يلا خاصني نورمالمون غادي نجي خاصني نعس في داري والجلال هو اللي قال لي سيري طيحي وسيري ديري في الحيط وديري وفي الشانطي وفعلي وتركي راه انا تنهضر على حقي حق ولادي راه انا عندي بناتي عباد الله وعباد الله راه حنا كنا جلال راه انا عندي بناتي تنهضر على حق بناتي راه ما عنديش الكوره غادي نمشيو جنب الحيط راه حشومه عليكم راه ماشي المعتقل هو الحل راه ديروا معنا حل قلنا لكم جلسوا معنا في الطابله جلسوا ضامير قلنا لكم كنا ضامير عندنا الضامير لداخل ضمير غير كنيت وعطالي الله اما رحنا عندنا ضميرنا لداخل واش ما نبقاوش نهضروا على حقنا واش ديما حنا غادي نبقاو غادي محذورين جلال ماشي اعتقلتوه جلال شفرتوه جلال خطفتوه جلال طيرتوه واش بنادم غادي يمشي يبول ما غادي والو بحال البارح داروا لينا غير منزل بلاستيك متنقل انايا بغيت نبدل حنا عيالات اللي فالحين اللي بغات اخويا تبدل حويجه حنايا ما غاديش نبقاو مصممين راه خاصنا نبدلو حويجنا غادي نبقاو حنايا غادي نديرو مني انا يبركي يهضر معايا السي دامر بركي يهضر معايا حيدي لالا عايشه من الشانطي دوره لي دار ضربني المقدم علاش واخدني باش غادي يضربني عنده حق فيا عنده السلطه شنو غادي يضربني تحيه الخو تحيه لجميع الاحرار والحرائر وكنتمنوا اي واحد استطاع باش يحضر هنا يتضامر مع هاد الناس راه تضامن التواجد ديالكم هنا راه سند قوي ودعم ليهم حاولوا باي طريقه تجيو وتضامنوا مع خوتكم توقفوا معاهم المخزره تنعرفوا انه نظام قام عليه ما يجي متخلف رجعي وكيفاش كيتعامل مع الشعب المغربي الامل فيكم انتم في اي مغربي يجي يتضامن مع خوتو والحريه لكل المعتقلين والحريه لجلال عسال تحيه